بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هتكلم على ازاي ان انت تعمل ميتنج على السكايب فور بزنس. اول حاجة انت بتدخل على www.office.com وبتعمل ساين ان بالاكاونت بتاعك بتاع ال 365. لما بيتفتح الاكونت بتاعك بتاع ال 365 وتاكد اوفيس 365، بتبقى بتلاقي مجموعه من الابس موجوده جوه الاكونت، من ضمنها حاجه اسمها الكالندر. لما بنضغط على الكالندر بيفتح لي الاجنده بتاعتي بتاعه الشهر اللي انا واقفه فيه، وبيبقى كل الايام بتبقى باللون الابيض ما عدا اللون اللي هو بتاع النهارده، بيبقى عامله لي باللون البينك. انا دلوقتي عاوزه اعمل ميتنج في يوم مثلا 17، باجي بقف على يوم 17 لحد ما يتغير اللون بتاعه يبقى اللون البينك، وبعد كده بقول له نيو. هنا في الديتيلز اول حاجه بحط الاسم بتاع الميتنج بتاعي، يعني مثلا لو انا عملت الميتنج بتاعي اسمه ماينكرافت، هو هنا بيقول لي انت عاوزه الستارت ديت امتى؟ يوم الاربع يوم 17/1/2018، والساعه كام بالظبط، والاند ديت الميتنج ده هيخلص امتى. وممكن بدل ما احدد، والافضل اللي انا بعمل كده ان انا بفتحه اول داي. التايم زون هنا انت بتحدد التايم زون بتاعتك، وهي طبعا المفروض انها بتبقى كايرو، يعني بتحددها. ممكن هي باي ديفولت بتبقى متحدده لو انت حددتها في الميل من قبل كده، لو ما كانتش متحدده هتحددها. طيب في الريبيت هنا بيقول لك انت عاوز الميتنج ده يتكرر كل قد ايه، كل يوم، كل اربع، كل ويك، كل مثلا ساعتين، كل يعني كل شهر وهكذا، ولا مش عاوز يتكرر خالص. لو مش عاوز يتكرر خالص قول له نيفر. هنا لو انت عاوز ان انت تسيف الميتنج ده على الكالندر بتاعتك، ريميندر بقى ان انت بتفكر الناس اللي انت هتبعت لهم الانفيتيشن قبل الميتنج بقد ايه، بخمس دقائق، بعشر دقائق، بنص ساعه، بساعه، بيوم كامل وهكذا. ودي الحاله اللي هتبقى مكتوبه عندك على السكايب في وقت الميتنج، ان انت فري ولا ان انت بيزي ولا انت اوي وهكذا. بعد كده شايفين المربع ده، المربع ده فاضي، لازم ادوس على اد سكايب ميتنج، ودي اهم حاجه في الموضوع. ولازم هنا في المربع الفاضي ده يتحول يبقى الاونلاين ميتنج. لو ما تحولش بقى اونلاين ميتنج يبقى انت لسه لحد دلوقتي ما كريتش الميتنج. بعد كده هنا البيبل بتبدا ان انت تضيف الناس اللي انت عاوزهم يدخلوا معاك الميتنج. خلاص انا بمجرد ان انا اضغط هنا بيجيب لي اسماء الناس كلها اللي معايا على نفس الدومين، ببدا ان انا احط الايميلات بتاعتهم واضيفهم، و اضيف بقى العدد اللي انا عاوزاه، كميه الناس اللي انا عاوزاهم ان هم يدخلوا الميتنج، وبعد كده بقول له سند. كده انت خلاص انت كريت الميتنج بتاعك، وتسجل خلاص هنا في يوم 17 ان انت في محاضرة اسمها الماينكرافت. لو جينا هنا في الشمال هنلاقي ان في ميتنج يوم الاربع 17 يناير اسمه الماينكرافت، وهو مدته 1 داي، وهو اونلاين ميتنج. لما هدخل عليه تاني هدوس عليه هيطلع لي يقول لي جوين. لما ادوس على جوين هيطلع هيفتح لي على الويب سايت، هنا في لينك هاخده من فوق، هقول كوبي، وبعد كده ببدا ان انا اخده، وبعد كده بديه احطه بقى على اي جروب علشان الناس تقدر انها توصل للجماع بتاعي. وبكده نكون خلصنا ازاي ان احنا نكريت ميتنج على السكايب فور بزنس.